منها هنا ايه؟ شباك للحريم وانتظار للحريم والعائلات. والشباب واقفه في ايه؟ كل واحد شباك للشباب وانتظار للشباب هنا. بس. ايه الطريقه اللي بتتعاملوا بيها يا فندم لو في حاله وجود اي حاله تحرش او شبهه فيها؟ بيتم اتخاذ الاجراء القانوني معاه. تحفظ يعني على بيتحفظ وتعمل له محضر. لو في مبلغه بتيجي تعمل محضر ضده تمام والاجراء القانوني بتاخد معاه. لازم البلاغ من النساء ولا حضرتك اللي بتعمل دوت بنفسك؟ ما هو ما بي لما بيتم ضبط حاله بيبقى في مبلغه اكيد في مجني عليه. فلازم هتتهم بس. لو ما فيش بلاغ يبقى ما فيش محضر؟ لا حتى لو ما فيش بلاغ احنا لازم يبقى فينا عشان نمنع حاجه اسمها تحرش بالبلاغ.